كنا سمعنا ان الاخبار ديال السفاره قالت لنا خصكم ترجعوا ديك الساعه. فاش اصلا ملي كتسمع داك الاخبار ان السفاره ديال المغرب كتقول لك رجع، ما كتبقاش تفكر في والو. اصلا انت كتعيش في واحد الضغط نفسي صعيب بزاف، وكتشوف ان الاخبار كل مره كيخرجوا لك من بلاصه، ها هما قربوا، ها هما جايين، ها هما كذا، ها هما كذا، فهمتيني؟ كتولي عايش واحد الضغط نفسي انت مع راسك. اللي دار شي حداك يقول الموضوع ديال الساعه هو روسيا غيدخلوا على اوكرانيا، ما كاينش حرب عاديه ولا شي حاجه بحال هكا، يقول لك غزو وصافي. ملي تاكدت لنا ان نهار 16 غادي يدخلوا صافي، تما فين قلنا اللهم نمشيو في حالاتنا، قلنا ما نبقاوش تما. اصلا كيبان لك اصلا الرئيس ديال اوكرانيا، فهمتيني كيفاش نشرحها لك؟ كيقول لك غنخرجوا حنا متحدين ولا شي حاجه بحال هكا. خويا خرج متحد بشعبك، ما تخرجش بيا انا من الاخر. صافي هادشي اللي نقول لك اخويا، والحمد لله ملي وصلنا للبلاد عشنا ماشي الرعب، عشنا شي حاجه فوق الرعب. كتولي كتفكر فهمتيني، كتقول كتعيط لوالديك، كتشوف اللهم نقطعها بمليون، كتقول اللهم نقطعها بمليون ونهبط بحال هادشي. كراشوي ولا ما كاينش كراشوي؟ ما كايناش شي حاجه كراشوي. انا اصلا جيت بشي 5100 درهم بحال هكا، قطعت البيت قطعت البيت سميتو حتى لكياف، دارتنا حاجه وحده هي صيفطتنا طياره شابطه، صافي طياره خاصه هبطتنا. شي حاجه اخرى على حسب النفسيه ديالك غتكون من بعد، ماشي على دابا. دابا حنا راه كتقول الحمد لله من انا في بلادي وغنمشي نشوف والديا وكذا وبزاف حوايج. بلادك راه بعدا دارت معاك واحد لوجيست انها صيفطات لك طياره، واخا صيفطات لك مليون غنهبط بحال هادشي، راه ديريكت فول، ديريكت فول، ديريكت ما فيش ديك اللعيبه ديال الاسكال ولا غتريح هنا فول، غتجي 5 سوايع غتهبط المغرب. كتقول يا ربي نهبط على بلادي، كتشوف راسك غتموت، كتشوف مستقبلك راه صافي، كتولي سامح في كل شيء باغي تهبط لبلادك، راه صعيب. تخلى عن الواقع هو هذا، لان الوقيته اللي صرحت السفاره المغرب في اوكرانيا على اساس انه طلب المغاربه ولا المغاربه بصفه عامه يرجعوا يلتحقوا بارض الوطن، تما صراحه قلنا هذا البلاغ ما غاديش يكون زعما غير اعتباطي، يعني غادي يكون مبني بطبيعه الحال على معلومات استخباراتيه ولا شي حاجه، على اساس انه يعني تطور الاحداث غادي يمشي للاسوء، وبالتالي تخلعنا. ولكن زدنا تخلعنا اكثر الوقيته اللي الرئيس الاوكراني خرج بواحد التدوينه في تويتر مفادها انه راه نهار الاربعاء كاين الهجوم. تما انا ذاك الحمد لله جاب الله التيسير واستطعنا ان نحجزوا للوليد ديالنا تذكره مباشره من 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 كييف للمطار محمد الخامس عبر الخطوط الملكيه المغربيه، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. نسال الله سبحانه وتعالى ان الفتن كلها تمشي والعالم يسترجع يعني الامان ديالو والسلم ديالو. كفانا يعني كوفيد يعني بركه كدرس، ونسال الله سبحانه وتعالى انه هاد الفتنه هذه يعني ما تزيدش تطور الى اكثر، وانه ترجع المياه المجاري هذا المكان.